حتى نتكلموا على الإصلاح نتاع الضريبة على الدخل وكيف جاء في قانون المالية، فهو إصلاح شامل، تنازل أو لا إعطاء لزوج تاع المليار وربعمية مش هو الزيادة في الأجور. مع عمر كان الإصلاح نتاع الضريبة على الدخل هو الزيادة في الأجور، وهذا هو الخلط اللي كاين. الإصلاح نتاع الضريبة على الدخل، لأن إلا حولنا الضريبة الدخل كلها هي غادي تعطي واحد 300 درهم لكل موظف. وما ننساوش بأن 67% نتاع الناس الأجراء ما تيخلصوش الضريبة على الدخل، دوك حتى إلا حيدنا الضريبة على الدخل كلها يلا الثلثين اللي غيستافدوا. إذن عن أي تحسين اللي الدخل نتحدث فينا هو غير الثلث اللي غيستافد، 67% ما غيتزاد لها حتى درهم. دوك ملي تتصلح الضريبة على الدخل أكيد أن ما تيستافدوا منها إلا الناس اللي تيخلصوا الضريبة على الدخل، سميتها الضريبة على الدخل وتتعني إلا 33% نتاع الناس. وهذا الإصلاح اللي داروا تيسوى 2 مليار و400 تشكل 8% من العائدات نتاع الضريبة على الدخل. إذن الدولة بشكل إرادي وفي إطار إصلاح الضريبة على الدخل اللي شنو فيه؟ قلنا يا ودي دوك الناس اللي كنا كنديروا لهم لا روتوني على سورس عند المنبع وكانوا مثاليين في تأدية الضريبة، ولا بد في هذا الإصلاح وكي جاء في القانون الإطار نرجع لهم شي حاجة هي 8%. والناس اللي كانوا كيديروا لا ديكلاراسيون وما كانوش اكزومبلير غادي نديروا لهم لا روتوني على سورس تاهم باش نضمنوا العدالة الضريبية. إذن باش نكونوا واضحين، لم ولن نتحدث في أي وقت من الأوقات على أن الضريبة على الدخل هي الزيادة في الأجور. الزيادة في الأجور راه عندها المعالجة نتاعها، هذاك الطبيب اللي زدنا له 4000 درهم راه حتى هو غادي يستفد من داك الضريبة على الدخل، وهذاك الأستاذ اللي زدنا له 1000 العالي كل سنة 3000 على 3 سنين حتى هو غيستفد بالضريبة على الدخل. فالإصلاح نتاع الضريبة على الدخل لا يعني ولم يعني، والحكومة في هاد السنة تحسين الدخل راه اليوم أنا قلت لكم مش نخسرت 9 مليار و200، وأغلى وأعلى مستوى نتاع الحوار الاجتماعي اللي كان في التاريخ كان هو 14 مليار. ما رحناش بعد غير نزيدوا التعليم اللي راه ناقص شي السي شاكي بن موسى ما غادي نوصلوا للحدود نتاع الحوارات الاجتماعية، وبالتالي المسلسل نتاع الزيادة وتحسين الدخل متواصل بشكل قطاعي، وهذه هي المنهجية اللي نهجت الحكومة، وبشكل كامل يعني إصلاح القطاع برمته. السؤال الثاني دونك أنا جاوبنا على الاتفاق الاجتماعي والضريبة على الدخل، الآن الإعفاءات الضريبية والسوبر بروفي الضريبة بشكل عام ولا الإصلاح الضريبي. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.